بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية، أحييكم وأرحب بكم في الدرس السابع في الفيكتور ريدر جهاز المكفوفين. نبدأ سريعا بهذا الدرس. نبدأ بهذا الدرس حيث تكلمنا في الدرس السابق بصورة سريعة عن خيارات الإنترنت، وسأحاول في بداية هذا الدرس أن نختار وايرلس ونشبك عليه. Note. 52 on off 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 hotspot on. خلينا نجرب نشبك. قائمة تجربة تسجيل البحث عن شبكات الاتصال المتاحة. استسائلي أرنج حروف كبيرة ناقص موبايل الخروج قائمة. بدء الاتصال. نروح إنشاء اتصال جديد. أدخل الاستسائلي سجين. طبعا نغير اللغة بضغطة مطولة على رقم 7. إذا يتكلم معنا المتحدث الإنجليزي فهو قاعد يكتب بالإنجليزي، وإذا ضغطه 7 ثانية يتكلم ويانا المتحدث العربي راح يكون الصوت بالعربي. راح أحط الرين إنزين. راح أحط الآن More options. راح أحط شبكة راح أحط اسم الوايرلس بالإنجليزي. أوكي. إنزين. الحين بحط الباسورد. أدخل كلمة المرور. حروف صغيرة. حروف كبيرة. رقم 1. لا سلكية. الرجاء الانتظار. الرجاء الانتظار. الرجاء الانتظار. تم الاتصال بي. الحين نبدأ رف المراجع. رف المراجع شنو يا شباب؟ عندنا بحث في الويكشنري وبحث في الويكيبيديا. طريقة البحث زين. خليني أنا الحين مثلا أنا ما عندي ولا مقال، حاب أدش الويكيبيديا أتعلم معلومات عامة، خلنا نقول ولنفترض برمجة لغوية عصبية اللي هو NLP. NLP زين. شنو هالمصطلح؟ خليني أشوف. أروح على بحث في الويكيبيديا مثلا. رف الكتب مراجعة. المراجع ملفات. زين. أسوي شنو؟ ثلاثة. أي البحث في ويكشناري. في بحث في الويكشناري. البحث في طبعا ويكشناري. أنا رحت على رف المراجع وأتحكم بالأربعة والستة. البحث في هاي الأساس. البحث في ويكيبيديا. البحث في الويكيبيديا. البحث في ويكشناري. والبحث في الويكشناري. إنزين. أقول له البحث في الويكيبيديا مثلا. أدخل النص المراد البحث عنه. يقول لي أدخل النص المراد البحث عنه. شنو النص اللي مراد البحث عنه؟ يعني الكلمة أو العنوان أو الرمز أو الشيء اللي أنت تبي تبحث عنه. بسويه بالإنجليزي. ما عندي. لا. هاي عربي. ضغط رقم 7 ضغطة مطولة. هاي عربي. زين بضغط 7 مرة ثانية ضغطة مطولة. Grayer. انزين. الحين انا بكتب NLB. N يعني 6 مرتين. N. L الخمسة 3 مرات. L. B اللي هو الاثنين مرتين. B. انزين. أسوي موافق NLP بعدين موافق. نشوف شنو يطلع لي. توجد نتائج 50. أوه 50 نتيجة. أعطاني مقالات باللغة الإنجليزية.
انزين Singaporean history. اوكي بتقول لي حسين انا هاي بحث بالانجليزي انا ما بي مو بحلو وكذا. اوكي خلينا ندخل اضافه البحث عن ويكيبيديا مره ثانيه. طبعا المره الثانيه لما تدخل NLP يعني تدخل البحث في الويكيبيديا بتلاقي النص اللي سابقا كتبته موجود. فانت شو تسوي عشان تحذفه؟ سهم على يسار، سهم على يمين بيقرا لك النص اللي موجود في مربع التحرير، سهم على يسار يحذف لك الحرف الاخير. فانت تضرب لين ما تسمع هالصوت معناته انت حذفت النص كامل. اذا نكتب بالعربي نضغط 7 مطول عشان يجي لنا مهدي. مهدي اوكي. الان نكتب برمجه، خلينا نكتب برمجه. ب بر د ذ ر م ل م ج ج ت مربوطه توجد نتائج 50 واحد 50 نتيجة. الأعمال المطلوبة تسمى خوارزمية. شوف وتتبع عملية البرمجة قواعد خاصة باللغة التي اختارها المبرمج. 2 برمجية لا يمكن، 3 واجهة برمجة التطبيقات وتوزيع برمجيات. هذه مقالات زين. الحين 4 برمجة وظيفة، 5 لغة برمجة عالية المستوى. شنو المقال اللي أنا أبي؟ ولنفترض أول مقال، ولنفترض أني أنا أبي أول مقال. بداية الكتاب 5 لغة برمجة، 4 3 2 1 أوكي. برمجة. اخترت برمجة زين. أضغط play اللي هو في وسط تحت الواجهة، في الوسط تحت كلش. زين بيبدأ يقرأ لي المقال. أنا مقالة معلومات صورة، مقالة مسموعة، ملف الصوتي هذا قد أنشئ من المراجعة المؤرخة 29 مارس 2000. قاعد يقرأ لك المقال زين. قاعد يقرأ لك إيش المقال؟ أنت تبي هالمقال، تبي كنسخة عندك. أضغط رقم 3 حفظ الكتاب الحالي. حفظ الكتاب الحالي. حفظ الكتاب الحالي. إنزين تسوي له موافق. شنو؟ تم حفظ الكتاب. تم حفظ الكتاب. وين بيتم الحفظ؟ في رف المراجع. بتلاقيه موجود في رف المراجع. خلنا نروح. رف الكتب مراجعة. إنزين. واحد برمجة لغوية. برمجة لغوية عصبية. البحث في ويكشناري. هاي أنا كنت حافظة من قبل. هاي كنت حافظة من قبل. أكا 2 برمجة، هذا هو، هاي اللي إحنا الحين حفظناه. إنزين برمجة. إنزين أنا شو أسوي فيه؟ أبي أسمعه. وتوجيه أوامر لجهاز. إنزين أنا بوز مسوي. إشلون بوز؟ بالنفس الضغط مال البلاي. أوكي الآن أبي أحذف الكتاب. خلصت. رقم 3 حذف ملف. حذف ملف وموافق. لكن رقم 3 مرة ثانية شو يسوي لنا؟ نقل الملف لذاكرة نقل المقال إلى الميموري. أنا أقدر أنقله إلى الميموري. حذف ملف. زين الآن 2 برمجة نفس الطريقة مثل ما قلت لك. تضغط 3 للحذف وموافق، أو 3 المرة الثانية للنقل وموافق ينقله طبيعي. تمام. بعدين نحصله في الـ SD. طبعا كلن على حسب نوعه. HTML بتحصله في التكست، في فولدر التكست. لما تحط الـ SD كارد على الكمبيوتر بتحصله في فولدر التكست بوك. هذا بالنسبة للبحث في الويكيبيديا. زين الويكشنري شلون؟ 3 قائمة 4 5 البحث في ويكون البحث في ويكشناري. نضغط موافق. ادخل النص المراد البحث عن برمجة تاء مربوطة. نفس الطريقة. انزين نفس الطريقة، بس الويكشناري بيكون شنو؟ يترجم لك الكلام نفس الاسلوب
ويكيبيديا والوكشيراني نفس الخيارات ونفس الأسلوب. يعني البحث في الويكيبيديا أنت بتحصل المقال، بتروح تضغط حفظ المقال الحالي، بعدين تروح على الرف اللي هو تضغط رقم واحد عشان تروح الرفوف وتوصل للرف المراجع. لما توصل لرف المراجع بالأربعة وستة توصل للمقال اللي توك نزلته، تقدر تسمعه وتقدر تحذفه وتقدر تنقله إلى الـ SD كارد. ويا جماعة الويكيبيديا أحيانا تحصل فيه ملخصات لكتب كبيرة. يعني مثلا ولنفترض كتاب المفصل في التاريخ، كتاب كبير 20 جزء، أنت ما تبي تقرأ كامل، تبي تقرأ مقالات عن الكتاب، تقدر تدخل على الويكيبيديا وتقول له مفصل في التاريخ ويعطيك، وتبدأ تقرأ ملخص عن كتاب المفصل في التاريخ. فيعني أنا أنصحكم أن هالخاصية لا تطوفونها. إنزين، إحنا قبل مرة علينا البحث في الويكيبيديا، خلنا نرجع إلى الأوفلاين مود أو النمط اللي هو مب على الانترنت، النمط العادي. إنزين، نروح على ملفات نصية. إنزين، أنا عندي إنزين عندي هاي اللي هو مثلا أنا كنت مسوي الواحد رقم واحد اسمه. إنزين طبعا بحاول إنجليزي بعربي. إنزين الإدارة المختصة. أوكي، هني مثلا وصلت لكلمة معينة في النص في الملف النصي، وأنا أبي أعرف شنو معناها أو شنو مقالات عنها وكذا. زين، أضغط إزرار اللي على شكل مربع في الزاوية فوق. اذهب إلى نسبة البحث في نص إدارة ألف البحث في ويكيبيديا. البحث في ويكيبيديا يعني الكلمة تحددها وتبحث في الويكيبيديا، أو تسوي بدء التحديد وإيقاف أو إنهاء التحديد، بتحدد سطر مثلا أو فقرة أو جملة وتسوي بحث في الويكيبيديا، بيطلع لك كلام عن شنو هالناس، شنو هال يعني بيطلع لك مقالات عن نفس المصطلح اللي أنت دورت عنه. هذا هو البحث في الويكيبيديا والبحث في الويكشنري. إن شاء الله استفدتوا من هالخاصية وتستفيدون من كل خصائص الفيكتور ريدر. انتظروا الجديد على الفيكتور ريدر في عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية. شوفوا، شاركوا، اشتركوا وانشروا الفيديوهات لتعم الفائدة. ولكن في نقطة لا تنسونها، إن إحنا دائما لكم ومنكم، فنبيكم دائما تيوننا على تواصلنا وتقترحون علينا. ادخلوا على vifqatar.com عشان تتواصلون معنا، وادخلوا أيضا على رقمنا الجوال عشان تتكلمون معنا على الواتساب، عشان تدخلون في جروباتنا سواء عالم كفيف تقني سواء vifqatar. تحياتي لكم، متحدثكم حسين نظار حجي.